الرحيم وهو أستاذ اللغات الشرقية من جامعة بن زهر أكادير تخصص الدراسات العبرانية المقارنة. له عدة نشورات، له كذلك دراسات مختلفة حول الفكر اليهودي لغتان وأدبان وحضارتان، مترجم مجموعة من النصوص العبرية الأدبية إلى اللغة العربية. له اهتمامات كذلك في المجال الذي نحن بصدده. سنستمع إلى عرضه وندعوكم كذلك إلى يعني اليسار. الشكر الجزيل للأجلاء الذين مستعدين على هذا اللقاء الأكاديمي، وشكر خاص للأستاذة سناء سادة جليلة سناء سيدي عبد الكريم سناء الذين تكلمنا من الجلوس إلى أساتذتنا ولد وكثير من الزملاء وايضا الجلوس الى هذه الوجوه الطيبه اللي فيها كثير من الطلبه. فيما يخص ابدا بعنوان هذا المركب الحضاره الاندلسيه، انا افضل شخصيا الغرب الاسلامي وارباطه وتخومه النصارى. لماذا؟ لان يغيب عنا في بعض الاحيان ان الذين صنعوا العصر الاندلسي فيه مغاربة كثيرون وهم غزوة، بل ان قلب الفرج الذي تحدث عنه ثم دمشق الغرب ثم استعداء حطبي الى جدة، نظر الى ذلك ان صناع العصر الذهبي اليهودي الاندلسي حتى وان لم يكونوا مغاربة حتى لم يكونوا انهم لا نقول عن الاندلسيين، فكثير منهم عبر الى هذه الضفه الى المغرب. منهم مسلمون على سبيل المثال، منهم يهود اللاوي، منهم مرة من فاس او من مراكش. ايضا تحدث الاستاذ ابن جرير سي احمد شحنان صباح اليوم على صاحب تحكموني يهود الحديث ايضا مرة من. اذا فضيت انا هذا الاسم الغرب الاسلامي وارباطه النصرانية، يعني ارباطه النصرانية تقوم كل ممالك قشتال، مملكة قشتال أراغون البروفونس في جنوب فرنسا، لأن هؤلاء كلهم عاشوا في فلكي وفي دائرة الثقافة العربية الإسلامية. لهذا يمكن أن نسميه ب أو استطاعت أجيال متوالية من المنتمين إلى هذه المنطقة الجغرافية، استطاعوا جميعا أقول ليس فقط مسلمين ولكن مسلمين ويهود ونصارى، استطاعوا أن يبتنوا فضاءات حكمية مشتركة، وفضاءات الكمية المشتركة نموذجا لم يتكرر في تاريخ الإنسانية حسب ما أعرف. وفي رأي متواضع هو هذه تلك الفضاءات مثلت فعلا وحقيقة الجسر الحقيقي لما سيصنع من بعد عصر النهضة. هذه أشياء يجب أعتقد نضع هذا الأمر في التاريخ. هذا العرض رفع بعض الشوش بخصوص الصلة بين التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي، أو بالأحرى رفع بعض القضايا فقط عن هذا الإسهام الفاعل والحيوي والإيجابي للتصوف الإسلامي في نبوة التصوف اليهودي. أما ذلك في العنوان الذي اقترحته التصوف اليهودي في بلاد الأندلس، التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي في بلاد بين قوسين القبالة أو القبال، قد يخرم بعضكم هذا العنوان ولكن لن يفهم كلمة القبالة. إذا لفظ القبالة أولا مرادف للغتان للتلقي والتقليد، وهو يرادف في السياق الديني اليهودي علم الأسانيد تقريبا ويمالي أو يرادف الشريعة الشفوية. ولد هذه الكلمة القبال ولدت فعل في الكياغوت أو في الفصول
تبحث من مباحث النشاء في التمون ستجد فصول الأباء أو كيركي أبا توجد فيها ما هي هذا المصدفة قبال فيه قبال فيه موشيق البيطرابي بسينال ومصر على يهوشوة ويهوشوة مصر على لتقيني وثقينيم لا نبيين دنبيين ونبيين مصر هذا لا أنشي كنيسة بدون وترجم ما لسا أخذك عليكم ترجمة مغربية ترجمة مغربية بالدارجة المغربية وسهل مش كثير المترجم المغربي هو التعليم كان تعتمد في اللغات الأجنبية تقول مشقي بطرة مشقي بين متقبلة تلقى مشيقي بيطورة من سيناء وعطاها لي هوشوة هوشوة عن خليفته قديم سيدنا موسى خليفته على بني إسرائيل مشيقي بيطورة من سيناء وعطاها لي هوشوة ويهوشوة الشيوخ طوى الشيوخ والشيوخ طوى الأنبياء والأنبياء طوى أهل الجماعة الكبيرة ما استعملش الكنيسة العظام كما ترجمة الحديثة وما استعملش كلمات السنهدرين ولكن استعمل كلمات الجماعة الكبيرة لما رفض جماعة الدينية المغربية من أهمية وعن نص هذا الترجمة أو أشار إلى حليم الزفراني في بعض كتبه التوراة أو التلمود بلغة عربية ليست فصيحة وليست دانية هي لغة وسطى إذن قبال أو قبالة هي الأسانيد هي الترقي لكن لاحقا سيكتسب هذا الاصطلاح حمولات دالة على نظام مذهبي بعد أن شيده متصوفة الغرب الإسلامي في القرن الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر سيصنفوا أو سيرشلوا هؤلاء الأعلام نظريات الوجود والمعرفة والقيم محورها الرئيس ما يسمى في القبالة بسيفيروت سيفيروت أسماء إلهية هو الحق سيفيروت ينص على أن ترجمة كلمات صابير على كل في 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 هذا السياق تقابل تقريبا الأسماء الإلهية نظرية الأسماء الإلهية عند متصوفة التصوف الإشراقي الإسلامي فعلى امتداد قرنين من الزمان الأندلس ظهرت في الفضاء المذكور مؤلفات كثيرة عكست نقلة نوعية في تاريخ التصوف اليهودي التصوف اليهودي لم تكن فيه كثير من الأفكار وكثير من الموضوعات التي ستصبح رائجة فيه ابتداء من القرن الثاني عشر والثالث عشر في بلاد الغرب الإسلامي بوجه العام حين ظهرت ومنها ذلك مؤلفات كثيرة منها مؤلفات من جابرول مؤلفات بحية بن باقودة مؤلفات إسحاق القصير بن الحمال لائحة طويلة جدا وبلغ هذا التوجه أوجهه في مؤلف رئيس هو سفر الزهار سفر الزهار الذي يكاد أو هو يضارع في قدسيته تقريبا 3 أضعاف سفر الزهار كتاب يمكن أن ترجمه ترجمة نقول هناك من ترجمه بكتاب باهش هناك من ترجمه كتاب النور المهم الزهار من نقول نحن وجه أصغر يعني نور إذا الزهار كتاب الزهار سأتوقف عنده لاحقا ولكن نمشي للموضوع مباشرة القبالي بوجه عام أو نصره في القبالي يحيا داخل اليهودية ويتبنى بكل شغف المناهج ومضامين آدابية غاية البعثة الصوفية القبالية الإحاطة بعالم الألوهية وبتجلياتها الأسماء في الوجود لكن القاسم المشترك في إنتاج القبالي وفي تصوف يهودي الضخم القاسم المشترك فيه في الغالب ما كان لقب السميات ديال المؤلفين غياب شبه مطلق لاسماء او لشخصيات المؤلفين شفنا سفر هباهيم كتاب نور المبهم شفنا كتاب الزهار ايضا شفنا كتاب سفر يتسرى في كعب الشر ما عندناش اسماء
اسمه انتحال، اسم يضعون مؤلفات باسماء شخصيات لها الدرجه الرفيعه في اليهوديه، ولكن في الحقيقه هم اناس في الغالب تجدهم ان الناسيون عاشوا عصرهم وعاشوا ازمنتهم وامكنتهم. ومن هذه المصنفات سفر الزغال التي ساتحدث عنه بالتقدم. ايضا مساله اساسيه من غير هذا القاسم المشترك خاصيه الغياب المطلق لاسهام المراه في التيارات القبائل، تصوف اليهودي وتصوف ظهوري الامتياز. كاينش مرأة متصوفة في اليهود، ليس هذا مجال توسعية. إذا لم نلاحظ في هذا الأولي أننا إذا استثنينا النظر اليسير الذي كتب في المقارنة بين هذين التصوفين، التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي، ما أنجز لا يدعو صفحات معدودات وجمل ملاحظات وردت متناثرة في بعض المونوغرافيات. اكتشف في النهاية أن طبيعة العلاقة بين التصوفين ظلت مسألة قلما عرض لها الدارسون على الرغم من أهميتها في فهم التشوهات الثقافية الكبرى التي زادت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين في غرب الإسلام. على كل حال نحن مدينون اليوم بما نعرفه اليوم عن التصوف اليهودي للعلاقة المتوترة التي نشأت في ألمانيا أواخر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر بين حركات تكبر حركة النهضة اليهودية المعروفة بالعسكرة مع موشي مندلسون واللي جاو من بعد منه تيار العسكرة من جهة هيسكيل تنوير تصفر بالدارجة المغربية باش تعطي لها معان مبالغ العسكرة النهضة اليهودية. هل تيار العسكرة اليهودية أول شيء نادى به يجب رذمه التصوف. التصوف مسؤول عن تخلفه اليهود في أوروبا وهو المسؤول عن وضعهم داخل ليبيديا. ولذلك لا يجب أن ننتبه إلى، يجب أن نضعه على الهامش. هذا كان تيار كبير. هذا التيار الذي نادى به بإزاحة ما هو العقلاني وإيجاد تكريم لائق لدفن لائق للتصوف سرعان ما سيجد من يعارضه، وهؤلاء الذين سيعارضونه مباشرة من بداية القرن العشرين هم الحداثيون اللي عرفهم كيرشون شغل وأسماء وتلامذته التي نجحوا من بعده الذين رأوا أن التصوف مكون رئيس في اليهودية بل هو أشدها تأثيرا على الطوائف ومن ثم تنادوا بالتوجه إليه وتحليله وتفسيره. إذا مع كيرشون شولين سنرى بداية الاهتمام الفعلي بالتصوف اليهودي، لكن على الرغم من كل الأهمية التي كل عمل جبار الذي قام به كيرشون شولين على مدى قرن من الزمان، عمل جبار لا نقاش في ذلك، إلا أن منطلقاته ومسلماته تقوم على مسألة أساسية وهو أن التصوف أو أن القبالة يهودية منتجة داخل اليهودية ولا علاقة للآخرين به، سياقات بالنسبة لرجل مشى من ألمانيا ومشى من بلاد فلسطين سنة 1923. فإذا قلنا مصنفة كيرشون شولين وهي الأشد شهرة وتداولا ومرجع الاهتمام الحداثي إليها لا يزال قائما إلى لحظتنا الراهنة، سنجد تنقرا فعليا لدور التصوف الاسلامي في بناء وتثمير التصوف اليهودي. ففي مؤلفاته لكوموند لاميستيك في التيارات الاخرى لا تتجاوز الاشارات الى ما هو اسلامي عدد الاصابع اليد. في سياق هذه 5 أو 6 مرات التي اشار اليها هي في سياق تثبيت تاريخ الاديان وليس في سياق ميلاد القبائل. أيضا في مصنف ريشة القبالة وصول القبالة قفز على معطيات الزمان والمكان وبحث عن مصادر غريبة للتصوف اليوم حينما فحصوا كتابين أساسيين وضعهما كيرشون شولين أساسا لمسلماته، أولا سفر يتسرى ثم سفر هبائي على أساس على أنهما كتابان قديمان ويهوديان سافان
اليوم دراسه معاصره تقول بان سيف اليسار هو كتاب منجز في العصر الكاتب حين نضجت في الدراسات النحويه اللغه النحويه واللغويه العربيه. ومن يعرف سيف اليسار فهو في الاعداد والحروف الى اخره، خلق العالم، خلق العالم بواسطه الحروف والاعداد. ايضا سيف الرباني، اذا مسلمات قرشون سليمان تابعه وهم كثيرون جدا الى يومنا هذا، تنهار شيئا فشيئا امام ما تنتجه العقول. على عكس قرشون سليمان ننظر ايضا مع الاسماء التي صارت في توجهه في تشيبي هون لسيرويا وغيرهم. هل عكس من هذا التوجه نادى اعلام اخرون بضروره ربط دراسات التصوف اليهودي بتاريخ الافكار في الاسلام وبفلسفه التصوف الاسلامي في مقدمه هؤلاء جورج باشت بطبيعه الحال التي نبهوا الى امر دراساته الموسعه للفكر الاسلامي ودراساته ايضا لبحيره بن قحطان. ايضا نجد حليم سافراني في ايماءات داله له في موضوع كتابه كبار ديمستيكي ماشي افرد بابا بكامله لهذه المساله. هذا المقسوم الذي لاحظناه عند الدارسين الالمان وعند الدارسين اليهودي لدور وفعل التصوف الاسلامي يبدو بخسا مضاعفا حين ينضاف اليه غياب شبه مطلق لتصور هذا الفعل لدى الدارسين العرب المسلمين، فلا يدوم ما كتب حتى من طرفنا نحن، لا يدوم ما كتب حول الموضوع بالعربيه سوى ايماعات قليله جدا ولدت في مماثرات. نشير ابن قوسي صاحب الشوكه العلمي وباقي اعلام التصوف. لماذا؟ ان المنظومه التي تلاها موشي ليونس ليس فقطها موشي ليونس الأفكار التي وضعها هي أفكار أو أنشاج من التصوف سواء على صعيد السيروفيون أو على صعيد المعرفة أو على صعيد التقييم. مثال بسيط ناخذ مفهوم البارديس، مفهوم البارديس فردوس. أن النص الديني يقول هو لأول مرة في التاريخ لأول طرف بعد المتصوفين في الشرق تتكلم على ليبول معنى ظاهر معنى باطن نيغلا نيستار نيغلا نيستار الجاي ومستور. لكن في الاندلس لاول مره مع موشي بريون في كتاب الزهر اللي يهضر لي معنى بارديس بي معنى شوت عفوا بسيط ريميس وصوت الاخير هذا الربع هو اللي عندك العرب محي الدين في الكلام على الحديث المكتور ديال سيدنا علي راه نستفر علي فيه الظاهر والباطن والحد ونطلع الظاهر والباطن والحد ونطلع قرشون سليمان يرفضوا ان يعود بنا الى هذه الاشياء ويذهب ويبحثوا عن وصولها في المسيح عن شيء غريب عن الدرج اللي عطوه من زمانه ومكانه وايديولوجيته. دقيقه استاذ وقت لا بد ان نختم من دون ان كان يلزمنا ان نتوقف عند الاندلسيين الذين هاجروا الى بلاد سيدي الهواري كل ابناء موسى بن ميمون وعندهم ابن واحد ولكن حفدته ابراهام صاحب كفايه العاملين وهو نفسه ولكن ابناء خطيرين لانهم كونوا تيارا تقويين مدة على مدى ثلاثه قرون ونادوا بضرورة احتلال سبل المتصوفة المسلمين وقارنوا سلوك المتصوفة المسلمين بالأنبياء القدماء من بني إسرائيل منهم صاحب كفاية العارفين ومنهم صاحب كتاب المرشد إلى دائما يذهب هذا العدو الديني المرشد إلى التفرد والمرشد إلى التجرد هذا عنوان خطير جدا عند هذا الأختين بنص وده باش تفهم لماذا نقول علاقه التصوف الاسلامي بالتصوف اليهودي واعطيكم تعريفا يعرف بحيا بن باقودا الزهد كما يلي وهذا ماشي الوقت هي الوقت هو ماشي الوقت يعني الوقت الرجل
من الافعال شيء الذي يوفق الرسم من الرسم العربي الى الرسم العبري الى الرسم العربي. وانت يعرف اذن عندها الرجعه ديال الثقافه العربيه الصوفيه غتفهم ماذا يقول غدره وسترغمه بمصادره تيقول وان له وجود سرد خاص وضروره اهل الشريعه الى استعماله فقد اختلف العلماء في تحديده فقال بعضهم الزهد ان تترك كل ما اشغل عن الله وقال اخر الزهد رفض الدنيا وقصر الامل على ابن عيين سفيان بن عيين وقال اخر الزهد راحه النفوس وحسم علائقها من جميع ما تستريح اليه وقال اخر الزهد الثقه بالله جل وعز وقال اخر الزهد ما سد جوعه وستر العوره ورفض ما سواه وقال اخر الزهد الشكر على النعمه والصبر عند المحنه ويمضي ويعرف على انه المحبه ويعرف على انه التواضع الان ها هنا هذا كله اخر نص نسوقه طبعا نسوقه من عند حسيت بالابرهه بالميم في كتابه كذا المرشد الى التجرد يقول افتتح المؤلف هذا كتاب المرشد الى التفرد والمرشد الى التجرد لغز دائما لغز افتتح مؤلفه بالقول يا رب عرفني طرقك علمني سبلك هذا سحر المزامير ثم قال كلك تستمع الى هذه لغه الرجل الحمد لله المتعالي بجلال احديته المشابهه الاعراض والجواهر المتقدس بعلو صمديته المناسبه الاوهام والخواطر المنزه بصمديته المقابله الاحداق والنواظر رفض الرؤيه المستغني بكمال قدرته عن معارضه الاشباه والنظائر العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء من مستودعات السرائر ومستورات الضمائر العظيم الذي غرقت في مقالب انوار كبريائه انظار الاوائل والاواخر والسلام على عبيده الانوار البواهر والاضواء الزواهر والعقول القواهر ورسله وانبيائه البواهر والتواهر واساطير السجن.